بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الشعب العظيم، أحب نطمنكم أن راه هذه المحاولة الغادرة اللي حصلت اليوم الأربعاء 18/4/2018 هي لمحاولة خسيسة، والحمد لله نجا منها كل الرتل وكل الجنود، ولم يصب معنا أي شخص بأذى، لا موت ولا جراح، والحمد لله هي كانت محاولة لردنا وتثنينا على مكافحة الإرهاب في درنا وفي المحاولات الخسيسة اللي الآن تدور، أن نحن القيادة غير صحيحة، والآن القيادة متفككة والقيادة بينهم خلافات. لا، نحن بالعكس ننتظر في حضور سيد المشير بإذن الله سالم غانم قريبا، بكرة أو بعد بكرة في اليومين، ونحن على قدم وساق في شغلنا في غرفة عمليات بنغازي، في اللجنة العليا للاحتفالات، نحن مستمرين بإذن الله. هذا الكلام ما يثنين على عزمنا، ونحن أمورنا طيبة إن شاء الله.